بتاع صلاح كتير في ان هو يبقى قريب من المرمى. لو انت عايز تكمل المعلومه دي تبقى حاجه جميله. هو يعني انا زي ما بقول لحضرتك انا الطريقه اللي بيلعب بيها يورجن كلوب انا ما يعني تقريبا ما شفتهاش في اي فرقه في العالم، حتى في الحقبه الذهبيه بتاعت جوارديولا والضغط العالي اللي كان بيعمله مع برشلونه والاستحواذ على الكره، انا ما شفتش الضغط بالطريقه دي زي ما بيعمله ليفربول مع يورجن كلوب. يعني مثلا في الهدف الاول بتاع نابي كيتا اللي كان موجود جوه 18، نابي كيتا واندي روبرتسون تباك موجود في ال 18، فلك انت تتخيل الضغط اللي بيحصل وفكره الترحيل اللي بتحصل من اللعيبه والناس اللي على جايه ارض مانشستر كمان بالظبط يعني، وانت بتلعب 5 دقايق ملعب مرعب يعني كمان الترحيل اللي بيحصل واللعيبه اللي بتنطلق من تحت، فكره اللامركزيه اللي موجوده عند الثلاث مهاجمين وعند لعيبه نص الملعب لما يبقى واحد بيلعب صانع العاب زي نبي كده هو اللي موجود في ال 18 وجنبه الباك ليفت بتاع ليفربول موجود في ال 18 في وقت احراز هدف. فده طبعا دي طريقه هي اللي بتتيح لمحمد صلاح ان هو يظهر بالشكل ده ومنظومه ليفربول بشكل كامل. محمد صلاح كمان هساف الملعب مثلا لما بيبقى فيه ضغط وكله قريب من بعضه فبيريح المهاجم ان هو ما بيبذلش مجهود كبير عشان يبقى قريب من المرمى الخصم، وبالتالي تعتقد ده انت بتتكلم في كلمه تضييق المساحات كمان وفكره التحرك كوحده واحده وفكره الترحيل اللي بتحصل من لعيبه ليفربول وان هم بيتحركوا مع بعض ما تحسش ان في مساحات فاضيه، ما تحسش ان في نقطه ضعف او ثغره ممكن يتضرب منها الفريق طول الوقت، هم قريبين طول الوقت بيلعبوا على فكره استرجاع الكوره بشكل سريع جدا وعلى الاستحواذ كمان. التحركات هنا وهنا النقطه ممكن اخرج بره الموضوع شويه، نقطه الناس اللي كان بيتكلم فيها الفتره اللي فاتت وخصوصا بعد مباراتين مصر وليبيا على ليه محمد صلاح مع منتخب مصر مش هو محمد صلاح مع ليفربول. في حاجات كتير قوي بتفرق طبعا، فكر المدرب، الكواليتي اللعيبه اللي حواليه، الدوافع. الناس بتزعل لما تقول لك كواليتي اللعيبه، لا اصل دي حقيقه يعني خلينا نتكلم، هم اللعيبة مختلفة في كل أندية العالم وفي كل منتخبات العالم، مفيش اللعيبة مش شبه بعض. أنا ما بحبش خالص فكرة إن اللعيبة أغلبهم شبه بعض دلوقتي وإن مفيش فروقات ما بينهم، لا في فروقات في الكورة. هل الأندية أقوى دلوقتي المنتخبات؟ يعني لما نيجي نبص كده حتى في أوروبا هل ممكن نلاقي أندية أقوى من منتخبات طبعاً أوروبية؟ طبعاً، لأن أنت في الأندية بتعتمد على فكرة أن أنت بتستقطب خصوصاً الأندية الكبيرة أو الأندية اللي عندها قوة شرائية بتستقطب الأفضل من اي دوله بالظبط، لكن المنتخب هو بيدور على الافضل في المتاح ليه. فيعني مثلا كان كل الناس قاعده تتكلم على الكوره بتاعت محمد صلاح اللي لعبها لعبد الله السعيد وعبد الله السعيد ما اتحركش، دي واحده عمل واحده شبهها لساديو ماني كان هو والجون وجاب جون. فهو ده الفرق اللي احنا بنتكلم فيه، هو يعني فكره برضو ان الاجواء بتساعد صلاح، المنظومه اللي حواليه، طريقه اللعب، الكواليتي اللعيبه اللي موجوده ده بيساعده ان هو يظهر بشكل كويس جدا. التطور الرهيب اللي بقى فيه محمد صلاح، الثقه الكبيره، يعني لما يبقى محمد صلاح دلوقتي وصل لمرحله ان هو عنده ثقه ان انا افضل لاعب في العالم. كان حضرتك كنت بتقول في الفاصل ان محمد صلاح محسسنا كلنا وهو نفسه بيعمل ان كل حاجه بقت سهله، بيعمل كده بيعدي بيعمل كده الكره بتروح جون. دي الثقه اللي كان محمد صلاح طول الوقت بيبني فيها وبيحاول ان هو يصنعها لنفسه الفتره اللي فاتت، زائد تركيزه على التفاصيل القليله جدا. يعني في بدايه محمد صلاح او في بدايه كمان الناس ابتدت المتابعه تبقى قويه جدا مع ليفربول، ما كانتش رجله اليمين شغاله قوي زي الفتره دي، ممكن يكون كان بيسند عليها ممكن كل فين وفين لما تلاقيه عمل واحده برجله اليمين. دلوقتي محمد صلاح بيجيب اجوان عالميه برجله اليمين اللي هو ما بيلعبش بيها وبالهيد يعني كل بالهيد لسه ناقص له شويه. لا الهيد دي جاب كام جون بالهيد يعني بس مش يعني لا مش يعني خلال قصده التطور مثلا لا خلال قصده التطور بس ما كانش بيجيب خالص بالهيد، بقى بيجيب بالهيد. انا قصدي التطور زي التطور وفكره ان هو يشتغل على الحاجات اللي ناقصاه، فكره كمان ان الحشور اللي بياخدوه هناك. انا بس انا يعني انا كان ليا تجربه كده ان انا رحت ترايل كده في نادي في الدرجه الثانيه هناك، احنا بنتكلم في الشامبيونشيب يعني مش في البريمير ليج. يعني انت مش متخيل صلاح فين، او الناس مش متخيله صلاح في الوضع. انا بتكلم من سنين طويله انا كنت هناك في الدرجه الثانيه مثلا، لا الوضع مختلف تماما. حتى النجم كابتن احمد حسام لما بيجي يتكلم في العصر صحيح. اللي هو كان فيه، لا الوضع كمان تطور بشكل بحكم التطور الطبيعي في كره القدم في التكنولوجي. انت امبارح بتفرج على ماتش قاعد المدير الفني بيطلع الخطا وهو قاعد في السكرين جنبه
صح. عشان يوري لي المدير الفني او المساعد بيوري بتاع. فالوضع هناك فانت بتتكلم في شكل وعالم تاني وحياه تانية فوق في كل حاجه في حتى صراحه انت كده لابس البدله وفي احداث اجتماعيه شوف الوضع عامل ازاي بيقابل عمر يعني الموضوع يعني فوق كل ده كمان هو بيشتغل على نفسه برايفت اصلا كمان يعني صلاح كمان بيشتغل لوحده مع مدرب بره بيشتغل مع عنده فريق كامل ناس متخصصين في التغذيه ناس متخصصين في 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 شغل اللياقه البدنيه هو مش مكتفي بالليفل اللي هو وصل له او بان هو بقى بيلعب دلوقتي في ليفل كبير زي الدوري الانجليزي وفي التطور اللي حضرتك بتتكلم عليه هو نفسه كمان بيطور من نفسه بشكل خاص علشان كده هو قدر يوصل لده وقدر يخلي الناس كلها تفتخر بيه قدر ان هو يبقى الهداف التاريخي لليفربول في دوري ابطال اوروبا قدر ان هو يبقى افضل هداف افريقي في الدوري الانجليزي قدر ان هو يعمل كل الارقام اللي خالد اتكلم عليها في البدايه فاعتقد ان يعني حصول صلاح على البالون دور وعلى الكره الذهبيه بقى مساله وقت بعيد بقى طبعا عن حفله الرعاه اللي كانوا بيعملوها كل سنه السنه دي هتبقى صعبه لان اعتقد تصويت الصحفيين انتهى تقريبا اعتقد يعني وبالتالي لسه ما لسه هو موجود في الـ في الـ في الكره الذهبيه في الفرنس فوتبول موجود تصويت صحفيين وموجود تقريبا برضو في البالون دور موجود في الاثنين بس هو لسه موجود. لسه ما فتحش التصويت اصلا ايوه لا هو لسه انا بنتكلم على على نهايه الموسم مع يعني مع الشكل اللي ماشي بيه صلاح ده خلي بالك الحصول على الـ 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 الاحسن لاعب في افريقيا ده امر محسوم ده محسوم مين حتى المنافس التقليدي بتاعه ساديو ماني هو او رياض محرز برضو رياض محرز قيمه كبيره في الكره العربيه بس هو لا ابعد من صلاح بكتير رياض بعيد جدا يعني صلاح احسن اعتقد ان هو احسن لاعب في افريقيا كابتن محمد بنتكلم على البالون دور وعلى الكره الذهبيه خلي بالك من حاجه مهمه الناس الناس ناسيه برضو ان برضو في جايزه موجوده في افريقيا يعني كاحسن لاعب دي في المتناول انا قلت انا قلت قبل كده في الحلقه اللي معاك اللي قبل كده انه ده تويته بتاعت ارنولد الكسندر ارنولد بيقول ذا بيست ان ذا بيقول ان هو الافضل ده اللي كنت بقول لك عليه اللعيبه دلوقتي بتتكلم بشكل صريح ان محمد صلاح الافضل في العالم بس هم زمايله برضو بعيد عن لا طب سيبك من زمايله اذاعه مونت كارلو اذاعه مونت كارلو النهارده الفرنسيه اساسا بتقول صلاح هو المفروض يحصل على انه المنافسين بتوعه لازم يبذلوا مجهود اكبر بكتير من اللي بيعملوه كل سنه عشان يعرفوا يحصلوا صلاح وذكرت بالاسماء يعني مش قالت المنافسين المسابقه لا ذكرت بالاسماء انه كيليان مبابي وليونيل ميسي وكريم بنزيما اللي هم ابرز المرشحين ان هم ياخدوا البالون دور لا لازم يبذلوا مجهود كبير جدا عشان يحصلوا اللي صلاح بيعمله فرحتي بمصر